وأمر الله تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم فقال له: واستغفر لذنبك واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. إذا كان هذا حال الأنبياء وهم الذين أمرهم الله عز وجل من بين كل المخلوقات بحمد رسالاته، إذا كانوا هم يحتاجون الاستغفار والتوبة، فما بالك بنا نحن؟ فما بالك بنا نحن مذنب الليل والنهار لا نراقب الله في أعمالنا وهو معنا أينما كنا ويستر، نتعمد الذنوب ويسترها، يمهلنا عسى أن نعود إلى رشدنا، فهو الذي خلقنا وهو أعلم بنا وبضعفنا، ولولا رحمته تعالى بنا ورأفته لعجل لنا العذاب، ولولا أن سمى نفسه الغفور لما أمرنا بالاستغفار ووعدنا بالمغفرة. وهذا عباد الله من فوائد الاستغفار، قال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. أول فائدة هي مغفرة الذنوب وتكفير السيئات. كذلك من الفوائد العظيمة للاستغفار قال الله تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إن كنت خائفا من عذاب الله تعالى فاستغفر الله. ولمن يخاف قلة الرزق وقلة الأولاد والضعف يقول الله تعالى على لسان نوح عليه السلام: وأن استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وعلى لسان هود عليه السلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث: من لزم الاستغفار الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. عباد الله، الاستغفار مشروع في كل الأوقات، وهنالك أوقات وأحوال قد يكون للاستغفار فيها مزيد من الأجر والثواب والفضل. فيستحب الاستغفار بعد الفراغ من العبادات ليكون كفارة لما قد يحصل فيها من خلل أو نقص أو نسيان. لذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا فرغ من الصلاة المكتوبة يستغفر الله ثلاثا لما قد يرد من سهو أو نسيان أو نقصان. كما يستحب الاستغفار في آخر الليل، وذلك لنزوله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا في الثلث الآخر من الليل، وقوله: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. ومدح الله سبحانه وتعالى المستغفرين بالأسحار، وذكر أنه من صفات المتقين، إذ قال في كتابه العزيز: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا